أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. تأجيل جلسة المشاورات المسائية في الكويت، والميليشيا ترفض البدء في تنفيذ إجراءات بناء الثقة. مقتل عشرة من تنظيم القاعدة بقصف جوي في المكلا، والجيش الوطني يبدأ حملة عسكرية واسعة لتحرير المدينة. اليونسكو تبدأ حملة عالمية للتوعية بالتراث اليمني المتضرر نتيجة الحرب. مشاهدينا الكرام، نستهل نشرتنا معكم بفتح الملف الخاص بآخر تطورات المرافقة لمحادثات السلام في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. قالت مصادر سياسية إن الجلسة الصباحية للمشاورات انتهت دون الاتفاق على شيء بعد رفض وفد الميليشيا الدخول في جدول الأعمال وإجراءات بناء الثقة. وخلال الجلسة قدم وفد الحكومة قائمة بخروقات الميليشيا التي وصلت إلى 127 خرقا، منها 50 خرقا في الجوف و39 في مأرب و22 خرقا في تعز. وكان الوفد الحكومي قد طالب في وقت سابق بالالتزام بإجراءات بناء الثقة تمهيداً للدخول في مناقشة آليات تنفيذ النقاط الخمس المرتكزة على قرار مجلس الأمن 22/16. هذا وطالب عدد من المواطنين المتحاورين في الكويت التوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة السكان في جميع أنحاء البلاد. مراسلنا في تعز فواز الحمادي التقى بعدد من المواطنين ووفانا بالتقرير التالي. إن الخيار اليوم سيكون واحدا من الحوار أم جنون الحرب، معادلة يصعب إيجاد حل لها في ظل الأوضاع الجارية على الساحة اليمنية. هذا الحوار اللي قلنا فيه داخل الكويت هو عبارة عن إعطاء فرصة حقيقية لهذه الميليشيات بإعادة ترتيب أوضاعها. لا يوجد أسس، وإنما كل ذلك عبارة عن مراوغات، سواء أبدوا استعدادهم أو لم يبدوا، فهم يضمرون خلاف ما يظهرون أساسا. في المقابل ينظر آخرون للمشهد من زاوية أكثر تفاؤلا وأكثر حذرا في آن واحد. يكفي قتل الأطفال تمام، والنساء، الشيوخ، نأمل أقول لك أن يخرجوا بحل أقرب وأسرع. ليس لدى الشارع في اليمن أفق واضح، فماضي الحوارات خيبات متراكمة كما يقولون. أما الحاضر فحرب تحت عنوان الهدنة، ويبقى القادم في علم الغيب واللاعبين الكبار. عين على الكويت وإصبع على الزناد، تلك هي ملامح الصورة في يمن الحكمة الحائرة والبؤس المقيم. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز. وفي السياق ذاته أكد وفد الحكومة في مشاورات الكويت أهمية تعزيز مسار السلام والعمل بروح صادقة على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وأضاف الوفد في بيان له أن المشاورات ستجري حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة المتمثل في المحاور الخمسة، وبعد ذلك البدء في خطوات استئناف العملية السياسية. وبحسب البيان فإن الوفد الحكومي مستمر في المشاورات بروح مسؤولة عن كل اليمن من أجل تحقيق السلام. على الصعيد ذاته قالت مصادر إعلامية أن وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع طلب تأجيل جلسة المشاورات المسائية إلى الساعة السابعة مساء للحديث مع قيادته حول الاستمرار في الجلسات أو مغادرتها.
وهدد الناطق باسم ليش الحوثي محمد عبد السلام في منشور له على صفحته في الفيسبوك بالانسحاب من المشاورات نظرا لعدم الالتزام بتثبيت وقف الأعمال العسكرية من قبل مقاتلات التحالف العربي بحسب قوله. وفي السياق ذاته أكدت مصادر سياسية أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ منح وفد الميليشيا مهلة حتى 7 مساء لحسم موقفهم من جدول الأعمال، وحذرهم بأنه سيحملهم المسؤولية في حال فشلت المشاورات. إلى ذلك رحبت فرنسا بانعقاد المحادثات اليمنية في الكويت داعية إلى الاحترام التام لوقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن فرنسا تدعو كافة الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية إلى العمل بنية صادقة ودون شروط مسبقة للتوصل إلى حل سياسي. وجدد المتحدث دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن وأهمية الالتزام بوقف العمليات القتالية لإنهاء معاناة المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. De la coopération culturelle et de l'action culturelle, l'Institut français d'Afghanistan. ومعنا من الكويت الصحفي مختار الرحبي المرافق لوفد الحكومة الشرعية في الكويت. مختار، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، ما هي آخر المستجدات بعد أن هدد ناطق ميليشيا الحوثي ورئيس وفد الحوثي بالانسحاب من المباحثات، وأيضا هدد ولد الشيخ بإعطائهم مهلة إلى 7 ما لم سيحملهم المسؤولية؟ نعم، بكل تأكيد أن الحوثيين طلبوا تأجيل المشاورات التي كان من المفترض أن يتم عقدها 4 وطلبوا التأجيل حتى 7 ليأخذوا الإذن بحسب ما قالوا من قياداتهم العليا. بالتالي اليوم لم يتم مناقشة أي قضايا باستثناء القضايا التي تم مناقشتها بالأمس والاختراقات والخروقات التي قاموا بها، حيث تم عرض الخروقات التي قاموا بها وعددها 227 اختراق في جميع المحافظات، تم عرضها من قبل اللجنة التهدئة، ولم يتم الدخول بجدول الأعمال كما هو كان مفترض. بالتالي جلسة اليوم ليست إلا نسخة مكررة من جلسة الأمس، لم يتم الدخول بأي قضايا مفصلية وقضايا معقدة. نعم سيد مختار، يعني بالنسبة هذا لموقف الميليشيا، إذن ماذا عن موقف الحكومة؟ بالنسبة للحكومة، الحكومة هي تسعى إلى السلام وتسعى إلى الدخول بجدول الأعمال، ولكن الطرف الآخر يتعنت، والطرف الآخر ما زال حتى هذه اللحظة يتعنت بالدخول لجدول الأعمال. لدينا 5 قضايا رئيسية وهامة حتى هذه اللحظة لم يتم الدخول بها ولم يتم يعني مناقشتها، وكل هذا طبعا بسبب تعنت الميليشيات الانقلابية التي لا تريد أن تدخل بالقضايا المفصلية، تريد أن تناقش القضايا أو القضية السياسية والعودة إلى الحوار السياسي الذي يحتوي على تشكيل حكومة وحدة وطنية وغيرها من القضايا، ويتهربون من قضية تسليم الأسلحة وانسحابهم من المناطق والمحافظات وعودة الشرعية، وهذه هي لب المشكلة ولب القضايا الوطنية التي لا بد من الفصل بها. طبعا هم جاءوا أصلا لإفشال هذه المفاوضات وإفشال المشاورات لأنهم لا يبحثون عن السلام، حتى أن اليوم تم الطلب منهم بشكل رسمي بأن يكون هناك بيان صادر من الجميع لدعم ما تقوم به الحكومة والتحالف العربي من حرب لتنظيم القاعدة وداعش في حضرموت، لكنهم رفضوا رفضا قاطعا وتهربوا من إصدار البيان المشترك بعد أن كان قد طلب منهم إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن يتم إصدار بيان مشترك، لكنهم رفضوا. هذه دلالة قوية أن الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة والجماعات المتطرفة هي مترابطة مع بعضها ولديها مصالح مشتركة، بالتالي داعش وتنظيم القاعدة والحوثيين وجهان لعملة واحدة. نعم مختار، توقعاتكم إذا فشلت المحادثات أو المفاوضات من انعقادها 7 مساء، ما هي الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة وأيضا ولد الشيخ؟ نعم، أعتقد أنها ستكون مفصلية. اليوم انعقاد المشاورات 7 سيكون أمر مفصلي في المشاورات، فأعتقد أنه في حال لم يتم عقد المشاورات، أعتقد أن المشاورات ستكون دخلت أولى مراحل الفشل والانهيار، وأعتقد أنه لا بد على الحكومة أن يكون لها موقف رسمي وموقف واضح وموقف معلن من هذه الممارسة التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية. دعني أوضح نقطة بسيطة اليوم حصلت في المشاورات الصباحية، هو أن محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم الحوثيين حصل هناك خلاف بينه وبين
أبو بكر القربي وتم إسكاته بطريقة مبتذلة من قبل محمد عبد السلام، وهذه طبعا يدل على أن هناك انشقاقات وهناك اختلافات وهناك أيضا استهتار بوفد المؤتمر الشعبي العام من قبل الحوثيين. نعم مختار، في هذه الجزئية التي ذكرتها ما هو يعني كان موقف وفد الرئيس المخلوع أمام هذه التصرفات الذي قام بها رئيس وفد الميليشيا؟ لم يقوموا بأي شيء، بل أنه طلب منه السكوت، وفعلا كان أبو بكر القربي صمت، وكان موقفه موقف يعني أعتقد أنه كان موقف غير سوي من قبل محمد عبد السلام وأيضا موقف أبو بكر القربي. شكرا جزيلا لك الصحفي المرافق للوفد الحكومي مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. رحبت الخارجية القطرية بانعقاد مباحثات السلام اليمنية الجارية في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. وقالت الخارجية القطرية في بيان لها إن انعقاد مباحثات السلام بين الأطراف اليمنية تعد خطوة إيجابية للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، وحثت قطر جميع الأطراف على المشاركة الفاعلة بهدف تحقيق تطلعات الشعب اليمني. ميدانيا ارتفع عدد ضحايا الانفجار جراء اللغم الأرضي الذي زرعته الميليشيا في منطقة الربيع بمحافظة تعز إلى 8 شهداء. وقالت مصادر طبية أن 8 شهداء سقطوا وأصيب 11 آخرون بينهم نساء وأطفال في الانفجار الذي طال حافلة ركاب في منطقة الربيع غربي المدينة. إلى ذلك واصلت الميليشيا قصف العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى آهلة بالسكان في مديريتي الوازعية وحيفان، كما تعرض مستشفى المستقبل في شارع المغتربين وسط المدينة للقصف بصواريخ الكاتيوشا. تعز مكان تتنوع فيه أساليب الموت، فما لا يطاله الرصاص والقذائف تتكفل به ألغام الميليشيا، حيث ارتفع عدد شهداء اللغم الأرضي الذي زرعته الميليشيا وأصاب حافلة للركاب في منطقة الربيعي غربي تعز إلى 8، فيما تعرض 11 آخرون بينهم نساء وأطفال لإصابات متنوعة. لا تخلو منطقة بتعز خاصة تلك الواصلة إليها ميليشيا الحوثي والمخلوع من تهديد القصف اليومي والمستمر. أصيب 7 مدنيين في قصف طال أحياء وقرى سكنية خلال الساعات الماضية في قرية الديم بصبر جنوب المدينة ومواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة في منطقة عقاقة من أماكن تمركزها بجبل الهان ومنطقة العاقل ودار الرعاية بالضباب غرب تعز. أما في منطقة حيفان استهدف قصف عنيف للميليشيا بالأسلحة الثقيلة منطقة نجد السلف من مواقع الميليشيا في جبل الريامي وكلبين ومقر اللواء 35 مدرع والأحياء المحيطة به. كما جددت الميليشيا قصفها بالكاتيوشا تباب المحيفر أقصى جنوب الوازعية التي تعتبر الخطوط الأمامية للجيش الوطني والمقاومة. أما المواجهة على الأرض تجددت الاشتباكات بين المقاومة والميليشيا في الشريط الحدودي بين المضاربة والوازعية، وتركزت في منطقة الظريفة شرق جنوب الوازعية وجبل نمان، سقط خلالها قتيل وثلاثة جرحى من صفوف المقاومة. إذن تبدو أغلبية المناطق في تعز مشتعلة، وبين فعل ورد فعل تعيش هذه المدينة أحداثا يومية تتكرر فصول مأساتها كل يوم بل وكل ساعة. وفي محافظة البيضاء استشهد طفل وأصيب 3 آخرون بانفجار لغم أرضي كانت قد زرعته الميليشيا في منطقة مثلة، ويواصل الحوثيون خروقاتهم لاتفاق التهدئة في أنحاء متفرقة من المحافظة. لا وجود للتهدئة في البيضاء، فميليشيا الحوثي والمخلوع تواصل خروقاتها في كافة الجبهات بالمحافظة بحسب مصادر منذ إعلان التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار خلال الأيام القليلة الماضية. التعزيزات العسكرية للميليشيا متواصلة، والقصف على الأحياء الساكنية في أكثر من مديرية لم يتوقف، كما أن حملات الاختطافات لا تزال مستمرة في مديريات عدة. في ذي ناعم
تواصل الميليشيا قصف الأحياء السكنية في لحظة تتحدث المصادر أنها اختطفت 3 مواطنين في منطقة الظفريين بمديرية الطفة، كما نقلت 7 مختطفين آخرين من أبناء قرية القاهر إلى مديرية الملاجم، حيث يوجد 10 المختطفين من أبناء البيضاء والمحافظات الأخرى. وبالتزامن مع حملة الاختطافات التي تقوم بها الميليشيا، تنفذ أيضا هجمات على مواقع المقاومة في مناطق عباس والمختبئ من مواقع تمركزها في الجهيد والخليقة. إلى غضون ذلك استشهد طفل وأصيب 3 آخرون بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في الطريق بمنطقة مثلة. إلى محافظة حضرموت، حيث قالت وكالة رويترز إن 10 قتلى من تنظيم القاعدة سقطوا جراء الضربات الجوية لطائرات التحالف العربي في مدينة المكلا. وقالت مصادر محلية إن القصف طال مواقع التنظيم في أنحاء متفرقة من مدينة المكلا والشحر ومديرية الغيل. وبحسب مراسلنا فإن القصف كان مكثفا وتسبب بموجة نزوح كبيرة للسكان. وفي السياق ذاته قالت مصادر إعلامية إن اشتباكات اندلعت في مدينة الشحر بين القاعدة والقبائل أسفرت عن مقتل 3 من أفراد القاعدة و2 من رجال القبائل. إلى ذلك أكدت مصادر محلية انطلاق حملة عسكرية للجيش الوطني تهدف لتحرير مدينة المكلا من عناصر تنظيم القاعدة. وأفادت وكالة الأناضول أن الحملة المكونة من عربات عسكرية وناقلات جند وأسلحة انطلقت من معسكر المسيلة بمحافظة حضرموت باتجاه المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة المكلا. تعود المحافظات الجنوبية لواجهة الصورة من جديد، لكن هذه المرة عبر بوابة القاعدة والحرب على الإرهاب في كل من عدن وحضرموت وأبين ولحج. ففي أبين تدخل الأحداث منعطفا جديدا بعد الأنباء الواردة عن توقف العملية العسكرية قبل استكمال عملية تطهيرها من تنظيم القاعدة، العملية التي استؤنفت قبل 2 يوم ووصلت القوات خلالها إلى منطقة دوفس وأجزاء من زنجبار بالتزامن مع غارات عدة لطائرات التحالف استهدفت مواقع التنظيم، حتى بدا كأن أبين على عتبة حرب جديدة. تندر الصور والمعلومات من مناطق المواجهات، فيؤكد مسؤولون عسكريون إمعان تنظيم القاعدة باستراتيجيته القتالية القائمة على أسلوب الاستنزاف من خلال الكمائن والعملية الخاطفة، فيما تحاول القوات الحكومية بسط نفوذها على المحافظة وتأمين الخط الدولي الذي يربط عدن بمحافظة حضرموت عبر الساحل، وكذا قطع خط الإمدادات بين عناصر الإرهابيين في زنجبار أبين وحضرموت. توقف العملية العسكرية في أبين تزامن مع عودة الانتشار الأمني المكثف إلى لحج وبدء العملية العسكرية ضد التنظيم في حضرموت عقب وصول تعزيزات عسكرية إلى المكلا لإسناد القوات في عملية تحرير وتطهير المدينة. رافقتها حملة جوية يخوضها التحالف، حيث شنت الطائرات عدة غارات استهدفت مواقع يتمركز فيها عناصر التنظيم في المكلا والوادي ومدينة الشحر. الحرب ضد تنظيم القاعدة في جنوب البلاد واستمرار خروقات الميليشيا لوقف إطلاق النار في الشمال يجري بالتزامن أيضا مع المخاض العسير لمحادثات السلام الجارية بين الحكومة والميليشيا في الكويت برعاية الأمم المتحدة. وبالتزامن تضغط القوى الدولية على ضرورة محاربة الإرهاب في اليمن كاستراتيجية تحث عليها الجهود من أجل تهيئة المناخات وتقليل مفاعيل العنف، ناهيك عن أولوية الحكومة في تطهير وتثبيت الأرض التي تقف عليها. مراقبون يرون أن التقدم في المعركة ضد القاعدة جنوب البلاد سيخفف من الضغوط الدولية هذه ويعطي التحالف والحكومة مجالا أرحب للتقدم العسكري في الشمال حال انهيار المفاوضات. لكن التحدي الأكبر يقول مسؤولون حكوميون هو مدى قدرة القوات على الاحتفاظ بالأرض عقب السيطرة عليها. وينضم إلينا الآن مراسلنا محمد اليزيدي من المكلا. محمد، هناك أنباء تتحدث بأن الجيش الوطني سيطر على مناطق جديدة في حضرموت الساحل، ما هي هذه المناطق وما أهميتها؟ نعم أخي بشير، مصادر عسكرية أكدت لنا سيطرة الجيش الوطني على مديرية الريدة وقصيعر بالكامل وكذلك منطقة الديس الحامي. أهمية هذه المناطق أنها تعد بمثابة البوابة الشرقية لحضرموت، كونها آخر المناطق التي تفصل بين حضرموت ومحافظة المهرة، تم السيطرة عليها اليوم وتطهيرها بالكامل من عناصر القاعدة وفقا لبعض المصادر العسكرية. كذلك أشارت ذات المصادر إلى أنه تم اليوم إلقاء القبض على 15 من عناصر القاعدة في منطقة الأدواس الجبلية أثناء تقدم القوات الحكومية.
نعم، الأنباء التي تحدثت محمد بأن تعزيزات عسكرية جاءت من المسيلة باتجاه مدينة المكلا، ما هي هذه التعزيزات وحجمها؟ طبعا هي تعزيزات جاءت من عبر منفذ الوديعة، تضم مدرعات إماراتية، أكثر من 200 مدرعة إماراتية وصلت لبعض المصادر العسكرية، وصلت إلى منطقة رماح حيث توجد هنالك معسكرات التدريب، ثم بعد ذلك توجهت إلى منطقة المسيلة حيث تتمركز هنالك قوات المقاومة الشعبية، وكذلك ممن تم تجنيدهم من القبائل الحضرمية. جميع القوة هم من أبناء حضرموت الذين تم تجنيدهم من مختلف مدن ومناطق حضرموت خلال الأشهر الماضية، ربما تم تقديم يد العون لهم من خلال المدربين، من خلال الآليات العسكرية، لكن قوام القوة هي قوات حضرمية من أبناء القبائل، وهم الآن من يقودوا المعارك مع تنظيم القاعدة. أحدث تلك المعارك هي الآن بدأت أصوات المواجهات، أصوات انفجارات في منطقة الريان بالقرب من مطار المكلا، الذي تعرض هو أيضا اليوم للقصف من قبل طائرات التحالف، ويبدو أن المعركة في طريقها إلى الدخول إلى مدينة المكلا. أحد المصادر العسكرية أكد لنا أخي بشير أن الساعات القادمة ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للجيش الوطني. القاعدة يبدو أنها تنتظر حلول المساء كي تبدأ بممارسة حرب العصابات، وهي متمركة في هذا الجانب كونها الآن لا تستطيع المواجهة في النهار، وفي ضد وجود طائرات الأباتشي وطائرات التحالف لا تستطيع أن تواجههم في ساحة. محمد، هل لا زالت الضربات الجوية قائمة بالنسبة لطيران التحالف حتى اللحظة؟ حتى اللحظة توقفت الضربات الجوية، لكنها حتى فترة الظهيرة كانت هنالك ضربات، منها الضربة التي تعرضت لها منطقة أو نقطة القبر، وهي أحد النقاط الاستراتيجية في قرب حضرموت، وهي تؤدي لمثابة بوابة الدخول إلى حضرموت من جهة الغرب. مصدر عسكري كنا قد تواصلنا به أكد أن عملية ضرب هذه النقطة جاء من أجل تسهيل دخول قوات أخرى من المحور الغربي لمحافظة حضرموت، أي بهذا الشكل ستكون هنالك دخول قوات من محورين شرقي وغربي، على أمل محاصرة عناصر القاعدة وفقا ما يقوله ذلك المصدر. شكرا محمد اليزيدي مراسلنا في المكلا. في محافظة لحج عاودت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الانتشار في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة، وقالت مصادر محلية أن قوات الجيش عاودت الانتشار في أنحاء متفرقة من الحوطة والتمركز في عدد من مداخل المدينة وعدد من المنشآت الحكومية، منها مبنى المحافظة والمالية والأسكان والأمن السياسي. يأتي هذا بعد أيام من إنهاء سيطرة تنظيم القاعدة على المدينة وتسليم مهام حفظ الأمن لأبناء المحافظة. ونبقى في محافظة لحج، حيث نظم منتدى الخضيرة وجمعية الأمل في لحج ندوة بعنوان حوطة لحج إثبات وجود، لمناقشة وضع حد أمام عدد من المشاكل بالمدينة. وتعيش الحوطة أوضاعا متردية في عدد من الجوانب الأمنية والمعيشية والخدمات الأساسية. مراسلنا مختار شعتل والتفاصيل. في إطار مساهمة منظمات المجتمع المدني والمنتديات الثقافية لوضع تصور وحلول العديد من القضايا التي تعاني منها مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، عقدت ندوة بعنوان حوطة لحج إثبات ووجود، وذلك للوقوف أمام العديد من القضايا لوضع المعالجات والحلول لها. تم مناقشة المحاور الرئيسية الأربعة: الانفلات الأمني والجرحى، الإغاثة، المحور الثالث الخدمات بين المعاناة وكيفية سبل تحسينها، النقطة الرابعة المنازل والمباني المتضررة. والهدف من هذه الندوة الجلوس والحوار لوجود مخرج للأزمات بالحوطة وتبان. الفعالية التي شهدت تقديم العديد من المداخلات من قبل المشاركين أثريت وخرجت بعدد من التوصيات تسهم في إيجاد الحلول لهذه المشاكل. خلص المشاركون في هذه الندوة إلى دعوة السلطة المحلية للقيام بواجبها والعودة إلى عاصمة المحافظة. 8 أشهر هي فترة تحرير مدينة الحوطة وتبان عن سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح، لتترك وراءها المنطقتان منكوبتان، بيوتا مهدمة ومرافق حكومية مدمرة، تحيك عن قيام الخدمات العامة التي تثير تقزز المواطنين كهذه القمامة وتردي خدمتي المياه والكهرباء. يأمل الناس هنا أن تشهد الأيام القليلة القادمة تحسنا ملحوظا في مختلف المجالات، وعلى المواطن الإسهام مع الدولة في تدليل العديد من الصعاب. ليبقى السؤال: هل ستستعيد عاصمة محافظة لحج عافيتها ودورها الريادي، أم أنها مجرد مواقف وفعاليات لتهدئة احتقان الشارع؟
مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج. شيع في محافظة دمار جثمان رئيس شورى حزب الإصلاح حسن اليعري غداة تعرضه للاغتيال قرب منزله في المدينة، وشارك مئات المواطنين في تشييع جثمان اليعري منددين بالجريمة. هذا وحمل حزب الإصلاح ميليشيا الحوثي والمخلوع مسؤولية اغتيال اليعري مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم. على صعيد آخر، بدأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالتعاون مع 10 متاحف رائدة في مختلف أنحاء العالم حملة دولية للتوعية بالتراث اليمني تحت شعار متاحف متحدة لأجل اليمن. وقالت المنظمة إن الهدف من الحملة هو زيادة الوعي الدولي بالثراء الكبير للثقافة والتاريخ اليمني، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن تنظيم المعارض المؤقتة التي تسلط الضوء على المجموعات اليمنية في المتاحف الخاصة بكل منها. وتأتي هذه الحملة العالمية في حين يعاني المشهد الثقافي في البلاد من حالة ركود تام نتيجة للحرب، فيما تعرضت عدد من المنشآت الثقافية للتدمير. تفاصيل في سياق التقرير التالي. منذ عدة أعوام ومنظمة اليونسكو تحشد لأجل الحفاظ على ماضي اليمن وعلى أن يظل ماثلا أمام المستقبل. وفي أرض بعيدة تقام الفعاليات وتلقى الكلمات التي تنبه العالم لما أسمته المنظمة التابعة للأمم المتحدة تراث اليمن الغير معروف. نأمل أن هذا اللقاء كان يتم في صنعاء وقد أنتج مشاكلنا، ونعمل حلول عملية داخل اليمن للآثار اليمنية. ومهما تعلو أصوات محبي تراث وآثار اليمن فلن تطفئ النيران التي أكلت الكثير مما صنعته أيدي اليمنيين قبل مئات السنين. ويبدأ اليوم في العاصمة الدوحة نشاط جديد، حيث اجتمعت 10 متاحف عالمية لأجل تراث يتعرض للدمار اليومي كما تقول حملة اليونسكو. ووفقا للمنظمة العالمية فقد حرصت على جمع تراث اليمن وإرثه من أهم متاحف العالم، ولمدة 7 أيام ستتمكن أعين الزوار من رؤية إرث اليمنيين الموجود في عواصم مختلفة والذي ظل لعشرات السنين مفرقا بين بلدان عدة وداخل المتاحف أبرزها اللوفر والمتحف البريطاني وغيرهم. وسيجتمع لمدة أسبوع واحد قبل أن يعود إلى شتاته من جديد. حصلت المخرجة السينمائية خديجة السلامي على جائزة دولية عن فيلمها أنا نجود بنت العاشرة ومطلقة، وحاز الفيلم اليمني على جائزة الجمهور في مهرجان سان سيبستيان في إسبانيا، حيث تعد هذه هي الجائزة الوحيدة للأفلام الروائية ضمن المشاركة الدولية. هذا وتقوم السلامي بإنتاج عدد من الأفلام السينمائية التي تناقش القضايا الاجتماعية في اليمن. شيرودي يا بنت، يا بنت، إيه كم شيرودي هذا زرادة. كما فاز الشاعر اليمني أحمد الجهمي بجائزة الشارقة للإبداع العربي، وحاز الجهمي في ديوانه الشعري لا هدهد اليوم على الجائزة التي شارك فيها المئات من الشعراء العرب الشباب. يستمر المبدعون اليمنيون في حصد الجوائز الدولية والمراكز المتقدمة في منصات التتويج. بالأمس كان الشاعر أحمد الجهمي والمخرجة السينمائية خديجة السلامي على موعد مع حفل للتكريم في مكانين مختلفين، ومن قبلهما كان مراد سبيع يستلم جائزة تتعلق بحرية الصحافة. لطالما اعتاد اليمنيون أن يحتفي العالم بإبداعهم، خصوصاً تلك التي وجدت طريقها للنور خارج البلاد. الأدب والثقافة والفن وسائل حاول اليمنيون من خلالها تعريف العالم بهم ومعالجة القضايا التي يعاني منها مجتمعهم وتغيير الصورة النمطية التي رسمت عنهم. لا يمتلك العالم لليمن سوى صور مشوهة رسمت عبر سلسلة من الإخفاقات وقضايا الفساد وتجار الحروب، بينما هناك نوافذ أخرى لليمن جميعها تقول أن خلف تلك الصور شعب يمتلك من الإبداع الكثير الذي يستحق أن يراها العالم. في مدينة باجل بمحافظة الحديدة يعمل المهندس محمد الزيلعي في ورشة هندسية على الرغم من فقدان أطراف يديه.
الإعاقة لم تثني الزيلعي من الإقبال على الحياة بتفاؤل، حيث يأمل أن تكون له ورشة كبيرة تتيح له تشغيل عدد من العمال. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في ورشة متواضعة يحاول المهندس محمد الزيلعي مواصلة عمله بتفان على الرغم من إصابته قبل عدة سنوات بصعقة كهربائية أفقدته أطرافه وتركته يواجه أعباء الحياة بصعوبة. ما يزال محمد يحاول تقديم المزيد لزبائنه في إصلاح الأدوات الكهربائية ولف المحركات برفقة نجله وبالطريقة التي تعيدها إلى العمل، فالتزام الرجل بتقديم واجباته مقدم على أي شيء آخر. هنا في مديرية باجل بمحافظة الحديدة يغادر محمد كل يوم إلى ورشته لإنجاز ما عليه من مهام، إذ يعد العائل الوحيد لأسرته المتوسطة، ويأمل أن يحصل على مصنع لإعادة تدوير الأدوات ولو عن طريق مساهمة جماعية. فكر حتى ورشة متكاملة حتى عن طريق أسهم تتقدم، بس هي تشغل عدة شبان، بس تشكوادر ضروري هي تنزيل مصنع بأكمله كامل، يعني يشمل ممكن تصنع فيه غسالات، ثلاجات، الكل، القطع الغيار، الكل اللي تحتاج. فقد محمد أطرافه ولكن لم يفقد الأمل، فوجهة نظر الرجل أن يعمل أفضل من أن يمد يديه للآخرين. بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكرا داخليا في العاصمة صنعاء استعدادا لخوض منافسات الملحق المؤهل لدور المجموعات من تصفيات كأس آسيا. وقالت مصادر في اتحاد الكرة إن المعسكر الداخلي يضم 30 لاعبا محليا، فيما سيلتحق لاعب المنتخب المحترفون إلى معسكر المنتخب خلال الأيام المقبلة. وتجري التدريبات تحت قيادة المدرب الأثيوبي إبراهام مبراتو الذي عين الأسبوع الماضي لقيادة المنتخب خلفا للمدرب الوطني أحمد علي قاسم. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تأجيل جلسة المشاورات المسائية في الكويت، والميليشيا ترفض البدء في تنفيذ إجراءات بناء الثقة. مقتل عشرة من تنظيم القاعدة بقصف جوي في المكلا، والجيش الوطني يبدأ حملة عسكرية واسعة لتحرير المدينة. اليونسك تبدأ حملة عالمية للتوعية بالتراث اليمني المتضرر نتيجة الحرب. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.